أناب اسمه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة. أناب اسمه الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، لحضور حفل ختام مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي في نسخته الثانية تحت شعار لنبتكر للمستقبل، التي تأتي ضمن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لدعم المجال العلمي والإنساني. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: لقد وجهنا بإطلاق مبادرة جديدة لدعم ذوي العزيمة في المجال العلمي، وهي دمج هذه الفئة في برامج التعليم العالي بجامعة بوليتكنيك البحرين في المجالين التطبيقي والتقني، بهدف منح إخواننا من ذوي العزيمة الفرصة المناسبة التي تساهم في تنمية وتطوير قدراتهم الأكاديمية والتعليمية ليكونوا قادرين على المشاركة العلمية التنموية. مشيرا سموه إلى أن هذه المبادرة تأتي ترجمة لتوجيهات سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لمواصلة الجهود في رعاية ودعم ذوي العزيمة. وأضاف سموه أن المسابقة تهدف لتنفيذ الأهداف التي تتوافق مع رؤية البحرين 2030 التي تركز على دعم وتشجيع الطلبة والطالبات لاكتساب المفاهيم العلمية الجديدة والوسائل التقنية الحديثة، مهنئا سموه المدارس والجامعات الفائزة بالمسابقة. وقال سموه أن جهود دعم الحركة التعليمية مستمرة من خلال المبادرات التي نطلقها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى للنهوض بالتعليم على الشكل الذي يرفع من كفاءة الشباب وينمي قدراتهم، ليساهموا في تنفيذ المشاريع التنموية التي تطلقها الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبمساندة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بما يحقق مزيدا من الرفعة والتقدم لوطننا العزيز. هذا وقام نائب راعي الحفل سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بجولة في المعرض طلع خلالها على ما قدمه المشاركون من ابتكارات، حيث تبادل سموه مع المشاركين الأحاديث حول هذه المشاركة ومدى الاستفادة التي حققها والتي ستنعكس على رفع التحصيل العلمي، متمنيا سموه في الوقت ذاته للمشاركين التوفيق والنجاح. وبهذه المناسبة هنا سمو الشيخ فيصل بن راشد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على النجاح منقطع النظير للنسخة الثانية من مسابقة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، مشيدا سموه في الوقت ذاته بالمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ خالد المعنية بدمج فئة ذوي العزيمة في التعليم التطبيقي والتقني، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي ومؤثر في العملية التنموية. كما أشاد سمو الشيخ فيصل بإدارة جامعة بوليتكنيك البحرين على التنظيم الاحترافي الذي شهدته هذه النسخة من المسابقة، مهنئا سموها الفائزين في المسابقة. وفي الختام تسلم نائب راعي الحفل هدية تذكارية من سعادة الشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة، بعدها تم التقاط صور تذكارية مع سموه. لنبتكر للمستقبل شعار انطلقت منه هذه المسابقة في نسختها الثانية، هدفها الأسمى الاستثمار في الشباب وتبني ابتكاراتهم العلمية لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تفردت عن مثيلاتها من المسابقات العلمية في خدمة ذوي العزيمة الذين كانوا ولا زالوا المحور الأبرز الذي يراهن عليه دائما سمو الشيخ خالد بن حمد. مسابقة أفرزت نتاجات عدة تتواءم مع أهداف الرؤية الوطنية 2030. اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بفئة مهمة وعزيزة علينا وهي فئة ذوي العزيمة تحصل على ما يسهل حياتها من خلال الذكاء الاصطناعي، فبوليتكنيك البحرين تعمل على إعداد جيل
بهذه المهارات، وإن شاء الله نتوقع منها خدمة المملكة في المستقبل القريب إن شاء الله. ما يميز نسخة المسابقة من السنة اللي فاتت إلى السنة أن السنة عدد المشاركين أكثر، بالإضافة إلى أن عندنا مشاركين من خارج مملكة البحرين من دول مجلس التعاون وأيضا من جامعة إبتك في فرنسا. الثيم حق المسابقة السنة كان عن الفنتك، عن القطاع المالي والبنكي، وكان عن من ذوي احتياجات الخاصة وذوي الهمم. فكانت في عدة اختراعات وبعض البرامج اللي قاموا فيها بعض المشاركين اللي تساعد في هالمجال. مسابقة لم تكتفي بتكريم المنجزين، فهي تعمل طوال السنة من خلال ورش ودورات متواصلة لمتابعة الابتكارات العلمية، وتجلى ذلك في إقامة معرض بعد الحفل تم الاطلاع عبره على المشاريع المنجزة والاستماع إلى الجوانب المستفادة من قبل المشاركين. مهمتنا بشكل عام في مايكروسوفت تمكين كل أفراد وكل المؤسسات على مستوى العالم لتقديم الأفضل ولعطاء الأفضل إن شاء الله. أود أن أعرج إلى شيء يعني أحس فيه في البحرين، هناك طاقة غير محدودة لأبنائنا الطلبة والطالبات. هذه الطاقة تحتاج إلى احتضان. سنرى مشاريع ذات همة عالية وسترى النور إن شاء الله. فئة ذوي العزيمة نالت اهتمام كبير منذ تدشين جلالة الملك المشروع الإصلاحي إلى اليوم. تجميع هذه الجهود كلها وتسخيرها لخدمتهم وتأهيلهم ليكونون مواطنين صالحين يخدمون في المجتمع ويدخلون سوق العمل. مبادرة علمية تنموية إنسانية هي الأخرى تضاف على كف مبادرات سموه الرائدة، تلك التي تتطلع لاحتضان الشباب وتمكينهم في جميع المجالات. أفكار إبداعية وابتكارية خرجت من هذه المسابقة لها وجهان مشرقان، فهي تكمن في خدمة تطور التعليم من جهة، ومن جهة أخرى تأهيل المشاركين من أجل الانخراط في سوق العمل ومواجهة التحديات للمساهمة في تنمية المجتمع. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.